بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها: المقاومة تتصدى وتلحق بالاحتلال الخسائر، كيف تبدو الملامح الأساسية للاشتباك البري في غزة؟ منظمات حقوقية تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب عبر استخدامها الفوسفور الأبيض في قصف جنوب لبنان، ما أبرز سبل محاسبة الاحتلال قانونيا؟ ومهرجان شعري تضامني مع غزة في البحرين، ما أبرز القصائد وكيف ينهل المضمون الشعري من معين غزة؟ خسائر مؤلمة. لا نتحدث عن مجازر الاحتلال اليومية بأهل غزة، بل عن وصف قادة الاحتلال خسائرهم الأخيرة على يد مقاومي غزة، عن خسائر الاشتباك والالتحام القتالي، خسائر الغزاة على يد أصحاب الأرض. أيام مرت على إطلاق الاحتلال عدوانه البري على القطاع المحاصر، لكن الذي يبدو محاصرا ميدانيا في البر وفي الاشتباك هو الجيش الإسرائيلي، رغم حجم الغطاء الجوي الهائل الذي يمهد عمليات توغله على أطراف القطاع. حي الزيتون، بيت حانون، خان يونس، كورنيت، الياسين، العبوات اللاصقة، كلها حقل معجمي يبدو أنه سيتردد طويلا في بيانات الإعلان عن نتائج كل اشتباك، ومعظمه من المسافة صفر. ما زال الاحتلال ماضيا في عمليته البرية، يقول إنها طويلة ومكلفة ومؤلمة، وما زالت المقاومة تتصدى. يرتكب الاحتلال المجازر من الجو كلما انتكس جيشه في الأرض، مشهد يبدو دمويا من الجانب الإسرائيلي وعسكريا من الجانب الفلسطيني، ولعلها معادلة من المعادلات اللافتة التي أنتجتها هذه الحرب. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، ما أبرز معالم المعركة البرية في غزة بين الاحتلال والمقاومة حتى اليوم؟ وثانيا، ما هي نقاط الضعف في صفوف الاحتلال التي كشفها الاشتباك البري المتواصل؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد أحمد عبد الرحمن، الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية، وهو معنا من غزة. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك، يعني دعنا نعود من أولى محاولات التوغل البري والدخول البري إلى غزة، خلاصات هذا الاشتباك حتى هذه اللحظة لتستمر فيها هذه الاشتباكات. تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. فقط دعينا نضع عنوان عريض ربما نستفيد منه في النقاش حول العملية البرية تحديدا. يمكن أن نضع أربعة كلمات: مناورة واسعة ونتائج محدودة للغاية. إسرائيليا أقصد هنا المناورة العسكرية حتى الآن منذ أربعة أيام هي مناورة واسعة في الحقيقة، وربما جاءت في بعض الأماكن تحديدا شمال شرق قطاع غزة، منطقة الجامعة الأمريكية وبيت لاهيا، وصولا إلى بعض المناطق المتقدمة حوالي كيلو متر ونصف ربما من الحدود، ربما جاءت أوسع مما كان متوقعا، ولكن النتائج تكاد تكون صفرية. يعني التقدم كان في مسافات أو في مساحات فارغة بشكل أو بآخر، وإن كان فيها بعض المباني، بعض المؤسسات المدنية كمدارس وجامعة والمدينة المصرية السكنية، ولكنها النتائج محدودة للغاية. الجبهة الأخرى المهمة، قبل أن ننتقل إلى الجبهة الأخرى، قبل أن ننتقل إلى الجبهة الأخرى، ربما نستخدم تقدم توغل، يعني ربما نبالغ إذا قلنا. سيد أحمد، قبل أن ننتقل إلى الجبهة الأخرى سأعود إلى هذه النقطة تحديدا. تقدم لا يعتبر نتائج؟ لماذا هو ليس نتائج؟ اشرح لنا عسكريا هذه النقطة. أنا أقول التقدم جغرافيا واسع قياسا بالوضع الميداني أو ما كان متوقعا في قطاع غزة، أن يتقدم الجيش الاحتلال لمسافة كيلومتر ونصف في يومين متتاليين. أنا للأسف أنا هناك صوت كبير في الخارج يبدو فيه شهداء. على كل حال يتقدم بهذا الشكل حوالي كيلومتر ونصف ربما أكثر، ربما بدأ مفاجئا في يعني زاوية من الزوايا، ولكن عندما بدأ الالتحام المباشر على أطراف، ولا أقول في قلب الأماكن السكنية أو المأهولة، على أطراف الأماكن المأهولة هناك خسائر كبيرة. بعض المصادر، مصادر المقاومة اليوم ذكرت حوالي 50 قتيل إسرائيلي حتى الآن في هذه الجبهة. هذه جبهة لمن لا يعرفها تمتد من الحدود، من السياج الفاصل، نحن نتحدث عن كل الحدود، قطاع غزة مع الأرض المحتلة حوالي 62-63 كيلومتر. هذه الجبهة لوحدها يعني صغيرة نسبيا، المساحة عرضها 3 كيلومتر. هو تقدم بشكل عمودي باتجاه مناطق مأهولة ربما بسرعة
كبيرة من الدبابات، ويسمى اليوم أطلق عليه صديق قطار من الدبابات، ربما في مفاجأة، أعتقد أنه سيسبب مفاجأة، ولكن اصطدم عندما بدأ يصطدم بالمقاتلين في أطراف الأماكن السكنية بدأت الخسائر تظهر وبدأ الاشتباك المباشر. هذا ما ميز المعركة في هذا القاطع بالذات، الاشتباك المباشر عن قرب، لا أقول من نقطة صفر، ربما يعني المقاتلين يتواجدون على بعد 20 إلى 30 متر من الدبابات، يخرجون من أماكن اختبائهم أو من المكامن التي حصنوها جيدا ويطلقون القذائف والصواريخ. وأيضا هناك سلاح مهم أثر على دفع العدو إلى وقف هذا التقدم في هذه الجبهة تحديدا، هناك توقف منذ أول أمس، وهناك اشتباكات قذائف الهون مهم جدا، تم إطلاق قذائف هون بشكل كثيف جدا على القوات المتقدمة، وهذه القذائف كما أعلن الاحتلال قبل قليل أدت إلى مقتل ضابط وإصابة جندي، قبل قليل كان هذا الإعلان قبل دقائق من ظهوري على الهواء. نعم. إذن التصدي البري والالتحام عن قرب، لا أقول صفري ولكن أقول من بعد 20 إلى 30 كيلومتر كما يظهر من المشاهد، إضافة إلى إمطار هذه القوات بقذائف الهون، أعتقد أنه فرمل هذه الاندفاع التي أريد لها يبدو أن تصل إلى أطراف حي الشيخ رضوان أو آخر شارع النصر، ربما لتفاجئ المقاومة، ولكن على الأرض في الحقيقة بكل مهنية أقول أن هذه الاندفاعة تم فرملتها وتم إيقاع خسائر كبيرة قال عنها الإسرائيليون وليس أنا، أننا نتلقى ضربات كبيرة جدا في غزة وهناك خسائر هائلة في صفوف القوات، لا سيما في هذا اللواء الذي يعرف عنه شدته وربما قوته، لواء جفعاتي الذي خسر حوالي 11 جنديا من قواته، من بينهم شقيق أو ابن شقيق رئيس الموساد إلي كوهن، وهذه ضربة كبيرة، وهم الآن يبحثون كما يبدو عن جثته كما تقول بعض المصادر الإسرائيلية، حتى الجثث يبدو أنها احترقت من جراء القذائف. إذن هناك فرملة لهذه الاندفاع بالتحديد في هذه الجبهة الشمالية الغربية لقطاع غزة، وهي ربما من أهم الجبهات التي تقدم منها العدو. كان في نقطة تود أن تكملها، لا أعرف إن كانت هذه النقطة اللي تود أن تكملها، ونفهم الآن أنه المقاومين مرتاحين على الجبهات. دعنا نتحدث إذن أيضا، يعني إن كنت طبعا تريد أن تكمل فكرتك أيضا، بالإضافة لها أود الوقوف عند نقاط الضعف اللي سجلت لدى العدو. فقط لو سمحت لي قبل نقاط الضعف، فهي كثيرة، أنوه إلى جبهة أخرى شرق شمال قطاع غزة بيت حنون، هذه منطقة تسمى دائما أنها ساقطة أمنية لأنها قريبة من السياج الفاصل ومن منطقة بيت حنون ومن معسكرات الجيش الموجودة بقربها، أيضا هذه فيها عمليات بطولية، تم استخدام الطيران المسير، تم قصف القوات الراجلة التي كانت تحاول أن تمشط المنطقة، وأيضا هناك قتلى. الجبهة الأسخن الآن، الأسخن حاليا وأنا أسمعها من هنا، يعني أسمع الاشتباكات وإطلاق النار من الطائرات الهليكوبتر، هي جبهة جنوب شرق مدينة غزة، وهو التوغل أو التقدم الذي بدأ من شرق مدينة غزة من منطقة جحر الديك وصولا إلى محررة نتسارين، من ثم الالتفاف شمالا، يعني لم يدخلوا من شارع صلاح الدين الذي أشرتم إليه أكثر من مرة ربما خلال اليومين الماضيين، لم تدخل المقاومة من شارع صلاح الدين شمالا باتجاه حي الزيتون، لأنه حي كثيف جدا سكنيا ومعروف شدة هذا الحي، وجرب الاحتلال عندما فجرت دباباته وقتل جنوده في 2004، لذلك هم التفوا، يعني عبروا إلى منطقة نتسارين والمحررات والتفوا إلى منطقة ما تسمى بمنطقة الدحدوح والتي يعني ومحيطها، هناك تقدم نوعا ما كان ظهر اليوم، وكان تقدم لافت في الحقيقة، ربما وصلوا إلى موقع عسكري المقاومة مخلى طبعا موقع قريش، ولكن بعد أن تجاوزوه لم يذهبوا غربا إلى شارع الرشيد، يعني لا يريدون كما يبدو قطع شارع الرشيد حتى الآن، هم التفوا شمالا ولكن بعيدا عن حي الزيتون من أطراف من مناطق قريبة من منطقة أطراف تل الهوى، ولكنهم الآن هناك اشتباكات واسعة جدا وكثيفة جدا، وقبل قليل بثت المقاومة وكتاب القسام مشاهد للمواجهات التي تجري هناك، ويبدو أن هناك أيضا خسائر كبيرة في هذه الجبهة الساخنة حاليا حتى الآن. طيب، يعني أعود إليك للسؤال الأول، أمام كل هذه الجبهات، لا أدري إن كان في جبهات أخرى تود الحديث عنها أو في تطورات حاليا عليها، ما الخلاصات اللي ممكن أن نستخلصها وما نقاط الضعف التي سجلت لدى العدو، سيما وأنه لديه مخطط، من هنا نعرف إن كان سيستطيع الوصول إلى هذا المخطط لناحية فصل شمال غزة عن جنوبها. لا
فهو الفصل شبه تم، يعني نتحدث عن شارع صلاح الدين مقطوع، شارع الرشيد مقطوع ناريا بالقوة النارية، تمر بعض السيارات ولكن خفيفة، وربما تكون تحت خطر القصف من الدبابات لأنها قريبة مسافة 40 متر تقريبا من موقع قريش الذي أشرنا إليه وشارع البحر وشارع الرشيد. فلا يعني أنا من هنا أدعو أيضا الناس ألا يغامروا بسلوك هذا الطريق. هذا أولا. ثانيا، هناك جبهات شرق البريج هذه توقفت توقف تام خلال الثلاثة أيام الماضية، يبدو أن العدو فشل هناك. شرق خان يونس أيضا هناك توقف، شرق رفح من صوفة باتجاه رفح هناك توقف. ولكن للإجابة على سؤالك وهو مهم جدا، نقاط الضعف كثيرة في جيش الاحتلال، أهمها أن هذا الجيش ربما خلال 10 سنوات الأخيرة حاول العدو أن يجعله كما يسمى في المحافل الإسرائيلية جيش ديجيتالي، يعني يتحرك بالآليات، لا يقاتل وجه لوجه، يعني لا يرى الجنود على الأرض إلا عندما تم بث بعض الصور وهم يسيرون في شوارع بيت حنون. هذه المنطقة محروقة التي كانوا يسيرون بها، يعني قصفت بأطنان كبيرة من المتفجرات، وبالتالي ربما انسحب السكان أخلوها من ثاني يوم للمعركة، وربما المقاومون ارتدوا إلى الخلف قليلا هربا من القصف الشديد. حاولوا أن يستعرضوا اليوم كما قلت لك، تم إسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على رؤوس هؤلاء الجنود الذين كانوا يمشطون في بيت حنون تحديدا، والتي اعتبر العدو أنه ربما سيطر عليها، ولكن هناك إصابات وقتلى كما تقول بعض المصادر. نقاط الضعف، هذا الجيش لا يقاتل وجها لوجه، هؤلاء الجنود فقط في الدبابات، والدبابة سيدة الكريمة عمياء بدرجة أو بأخرى. لماذا العبوات اللاصقة تستخدم اليوم كثيرا في غزة؟ لأن المقاتل لو خرج من نفق أو من مكمنه أو من مخبأه أو من تحت شجرة وجاء من إحدى الجهتين أو من الخلف يستطيع أن يضع عليها ما يشاء، وربما يستطيع أن يعتليها أيضا. وهذا هناك حديث أيضا في هذا الجانب أنه تم عمليات اعتلاء لبعض الدبابات من المقاتلين. نقاط ضعف العدو أيضا هو أنه يعتمد على سلاح الجو، إذا غاب سلاح الجو كما حدث اليوم جنوب شرق الزيتون نتيجة تقدم القوات، لأنه لا يستطيع سلاح الجو أن يستطيع أن يستمر في القصف، يعني منذ 6 صباحا أنا ألحظ وأتابع، يعني لا. طبيعة عملي يعني تجبرني أن أتابع، كان هناك هدوء كبير حتى تقريبا الساعة 2 ظهرا، لم يكن هناك قصف تقريبا لأن القوات كانت تتقدم على الأرض، وهذا ما أعطى فرصة للمقاتلين أن يشنوا هجوم مضاد عليها ويوقفوها عند نقطة معينة هي تقريبا يعني بعيدة عن مسمى أو شارع 10 ربما 20 متر 30 متر باتجاه شارع 8، شارع 8 هذا يفصل تقريبا يسمى دوار الدحدوق قريب جدا من مستشفى القدس، يعني يبعد حوالي 400 متر، هذا تطور ربما كان ملفتا، ولكن بعد عمليات المقاومة أعتقد أن هذا التقدم توقف عند نقطة معينة قريبة من شارع 10، لا أعرف هذه الليلة ماذا سيحدث، ولكن حتى الآن نسمع طائرات الأباتشي وهي تطلق الرصاص في نفس المنطقة التي كما تقول بعض المصادر يوجد فيها اشتباك. وللتنويه فقط، في الليلة الماضية الساعة 2:30 بالضبط، يعني أنا كنت يعني مستيقظ تماما، أطلقت 4 رصاصات هنا أصابت قسم الولادة هنا بجانب مشفى الشفاء أيضا من طيران مروحي، لا أعرف إن كانت نتيجة الاشتباكات أو كانت مقصودة، وهناك 4 إلى 5 إصابات من ضمنها إصابة خطيرة، يعني حتى المستشفيات لم تسلم. يحاول العدو كما يبدو يخلط الأوراق، خط الأوراق، فشلوا في الميدان، يعكسوا مجازر في جباليا بالأمس واليوم أيضا مجزرة أخرى، مجازر في الزيتون وفي كل المناطق، وأعتقد أنه يمكن لا سمح الله يمكن كما تقول اليوم فتوى لـ40 حكام إسرائيلي أنهم أفتوا نتنياهو أن يخصف المستشفيات، وهذا يعني وليس عليه صحيح. إثم كما يقولون أجازوا له هذا العدو شرعا وأخلاقيا ولا غيره، هو مجرم، هو قاتل الذي دفعه لخصف المستشفى المعمداني وقتل، نعم، وهذا لا يملكون ذرة من الأخلاق ولا من الضمير ولا من الإنسانية. نعم. وللأسف صحيح. العالم طيب. أيضا هذا العالم الظالم بقيادة أمريكا وعلى رأسه هذه الشمطاء أمريكا ورئيسها الخارف ربما يحللون لهم هذا القتل وهذا الإجرام. طيب. قبل أن أسألك بالعقيدة العسكرية كونك خبير بالشؤون العسكرية، كيف يفترض أن يتحرك العدو الآن؟ أعود إليك للحديث عن الخسائر تحديدا، عندما يتم تسريب فيديو لجلسة في الكنيسة يخرجون منها وهم يبكون، هذا سنعرضه بعد قليل يعني في مشهد اليوم، عندما يتحدثون الكثير من الصحف، سأختار واحدة منها يدعوت أحرونات التي قالت يجب أن نعرف أن الشعور الذي أصابنا جميعا في 7 أكتوبر سيعود مرة أخرى في الأيام المقبلة والأسابيع أيضا المقبلة نتيجة ما سيأتي من أخبار من غزة، هل هذا كله فقط من أجل خسائر؟ نحن نتحدث بأقصى حد، لأنه هي تقول إسرائيل 12 قتيل فقط أو بحد أقصى 15 قتيل، هذه هي الخسائر فقط، ماذا في الخسائر؟
نعرف أنه حتى بالنسبة للدبابات نعرف أنه كل قذيفة تدمر دبابة كاملة بمن فيها، لكن نتحدث فقط لحد أقصى عن 15 جندياً. لا، احنا تعودنا، خبرتنا كبيرة مع هذا العدو. عندما يقول 15 أنا نحن نضع ثلاثة أضعاف بحد أدنى. العدو لو لاحظتي منذ أول أمس قال 2، في الصباح فوجئنا أنهم أصبحوا 11 13 15. والمشاهد التي تأتي من الميدان، يعني تحليل منظر أو هذا المشهد عندما تضرب الدبابة وتشتعل النار فيها، يعني أن هناك قتلى قولا واحدا. هذه الدبابة سيدة المركفاء 4، وهي تزج معظم الدبابات التي زجت هنا في قطاع غزة مركفة 4. يعتقدون أنها ربما تكون عصية على القذائف الصاروخية، لا سيما الكورنيت أو الياسين أو العبوات الناسفة، ولكنها يظهر من المشاهد أنها تدمر، وأن هناك أكثر من 30 دبابة حسب ما تقول بعض الإحصائيات دمرت في المنطقة. مرة أخرى أؤكد وأذكر المستمعين الكرام المشاهدين الكرام، في المناطق الحدودية ما زلنا نتحدث عن توغل أو تقدم عفوا محدود في أطراف قطاع غزة، حتى وإن كانت هنا في شرق جنوب مدينة غزة ولكنها أطراف المدينة، يعني حتى لم يتوغلوا جنوبا باتجاه النصيرات والبريج لأنهم لا يريدون أن يقعوا بين فكي كماشة. يعني نتحدث نحن حتى في مدينة غزة، هي وسط قطاع غزة نعم، لكنهم دخلوا بشكل مباشر بشكل عرضي من الشرق إلى الغرب، وحتى الآن هم يبدو عالقين في الوحل، عالقين في كمائن المقاومة. لكن أنا أعتقد عدد القتلى سيزيد رويدا رويدا. المشاهد الواردة من الميدان أؤكد عليها مرة أخرى، عندما تضرب الدبابة بهذا الشكل من هذه المسافة وتشتعل فيها النار، يقينا يجب أن يكون فيها قتلى وقتلى كثر. ابقى معنا سيد أحمد، سنذهب إلى هذا العرض على جبهة أخرى. يواجه الاحتلال حقيقة خسائره التي يتكتم عنها على جبهة لبنان. أعلنت المقاومة حصيلة خسائر الاحتلال منذ أن بدأت عملياتها قبل أكثر من 20 يوما، تدمير منظومة التجسس والتنصت والتشويش كان من أبرز الأهداف التي حققتها المقاومة بنيرانها على طول خط المواقع الحدودية. بالأرقام دمرت المقاومة عينا أساسية من عيون الاحتلال على لبنان، وفي الحصيلة حتى يوم أمس فقط تدمير 140 كاميرا تجسس، 69 منظومة اتصالات، 33 رادارا، 27 منظومة استخبارات، و17 نظام تشويش. ماذا عن الخسائر البشرية التي يتكتم عليها الاحتلال رغم وضوح الإصابة ودقتها في المشاهد التي تعرضها المقاومة؟ وبحسب أرقامها فإن 120 جنديا إسرائيليا على الحدود اللبنانية تم تحييدهم بين قتيل وجريح، فضلا عن وضع الاحتلال في دائرة القلق الذي دفعه إلى إجلاء 65 ألف مستوطن من 48 أو من 28 مستوطنة على الحدود مع لبنان. أما في حصيلة الآليات والمدرعات فالحصاد أيضا يتحدث عن نفسه، 9 دبابات تم تدميرها وإخراجها من الجبهة، فضلا عن آليتي هامر وناقلتي جند. هذا وتستمر العمليات بوتيرة أعلى، ما يعني أن خسائر الاحتلال ما زالت في مسارها التصاعدي. أعود إليك سيد أحمد عبد الرحمن للحديث عن هذا التراكم، سواء للخسائر في صفوف العدو أم تراكم يعني العمل من أكثر من جبهة في جبهات المقاومة. هو في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول أن الجبهة الشمالية هي جبهة مشاغلة، هذه جبهة مشاركة. العمل الذي يقوم به حزب الله وبعض أيضا الفصائل الفلسطينية التي نفذت عديد العمليات من ضمنها عمليات اقتحام وعمليات اطلاق صواريخ وغيرها، هي مشاركة بشكل كامل. حتى الإحصائية التي صدرت عن الإعلام الحربي لحزب الله اليوم هي واضحة جدا ويعززها بالكاميرا، يعني الصورة لا تكذب. يعني لو أردنا مثلا أن نقول أن هذا العدد مبالغ فيه من خلال بيان مكتوب، ربما يستطيع البعض أن يشكك على رسم العدو، ولكن وبالتالي ما الذي أمنته كل هذه الإصابات؟ والإصابات نحن نتحدث عن صاروخ الكورنيت مثلا، عندما يصيب نعرف قوته، أمنت إشغالا واضحا للعدو. هناك تشتيت كبير، نعم هناك القوة الأساسية النارية ضد قطاع غزة، ولكن بالتأكيد العين الصهيونية الأخرى على لبنان، العقل مشغول في لبنان، والعقل مشغول أنا أعتقد بيوم الجمعة، هذا مهم أن نشير إليه. ولا أبالغ إذا قلت هنا نحن في غزة كل أهل قطاع غزة، ولا أقول أهل فلسطين والمنطقة، ينتظرون خطاب السيد حسن نصر الله. هذا مهم جدا، ليس على مستوى السيكولوجي النفسي بل على مستوى العمل على الأرض. الجميع يتوقع
إعلان ما من السيد نصر الله، والجميع يثق هنا بحزب الله، بمقاومة حزب الله وبمقاومة اليمن الشريف الذين أثلجوا صدور وصدور شعبنا اليوم أيضا بهذه المشاهد، ومقاومة العراق العزيز أيضا بما قاموا فيه رغم يعني قلة الإمكانيات، ولكن قدموا الواجب على الإمكان. ولكن يوم الجمعة كل إسرائيل، كل المؤسسة الأمنية والإسرائيلية تنتظر خطاب السيد حسن نصر الله، ماذا سيقول، ما هو الاستراتيجية، لا أقول التكتيك لأن هناك تكتيك يعمل به على الأرض، ولكن ربما تكون هناك استراتيجية شاملة تقلب المشهد. الجميع يتوقع أن ينقلب المشهد، أي فتح لجبهة متكاملة الأركان من الجبهة الشمالية سيقلب المعركة رأسا على عقب، وسيجعل الإسرائيلي ومن وراءه الأمريكي يعني ربما يقبل بوقف إطلاق النار. هم يبالغون في طلباتهم الآن، هم يتملصون من بعض ما تعهدوا به خلال الأيام الستة الأخيرة، ولكن ربما فتح جبهة بهذه الكثافة إن فتحت، أنا أتوقع، هذا توقع وليس عندي معلومات، ولكن إن فتحت جبهة واسعة من الجنوب لبنان أعتقد الأمور ستختلف كليا. طيب سيد أحمد، بسؤال أخير، في تحركات اليوم على صعيد دبلوماسي والخطوات في الدبلوماسية تحديدا منها بأمريكا اللاتينية، نتحدث عن سحب سفراء بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، أتحدث أيضا عن الأردن، اليوم سحب سفيره ودعا لا يعود السفير الإسرائيلي إلى الأردن حتى وقف هذه الكارثة، وقف هذه الحرب. أهمية هذه الخطوات وتحديدا ربما الأردن، بما تعنيه الأردن في القضية الفلسطينية، وكيف يمكن أن تسند ما يجري في الميدان، وكيف ما يجري في الميدان يعزز هذه الخطوات وهذه المقاطعة، بالإضافة طبعا إلى المساعي التي يعني ربما هي تحت طاولة غير معروف عنها شيء حتى الآن. شوف، هناك ثلاث دول عربية تحدث دبلوماسيا وليس عسكريا، عسكريا يعني ليس لها علاقة، الثلاث دول مصر، الأردن، قطر، هذه دول محورية فيما يحدث. لماذا مصر؟ لأن هناك دعوة للتهجير باتجاه سيناء، مصر رفضت. لماذا الأردن؟ لأن هناك خطط مستقبلية وهذا مكتوب عنها من 40 عام في مراكز البحث الإسرائيلية لتهجير أهل الضفة إلى الأردن. أيضا الأردن رفضت واليوم سحبت السفير، وهذه خطوة متقدمة من دولة تعتبر شريك، لا أقول حليف، ولكن فيها قواعد عسكرية أساسية على مثل قاعدة موفق السلطي أو الأزرق شمال الأردن، وهذه تتحرك منها الطائرات الأمريكية لإيصال المساعدات وربما لقصف غزة. مهم جدا هنا موقف الأردن لذلك، لهذه الخصوصية تحديدا. قطر تقود الحراك السياسي الأساسي لا سيما بين الأمريكي والفصائل الفلسطينية، الإسرائيلي بعيد نوعا ما، الإسرائيلي يعني يبدو أنه سائر في العمل العسكري بدعم أمريكي نعم، ولكنه لا يلقي بالا كثيرا للجهود الدبلوماسية، ولكن أمريكا عندما تقرر وقف الحرب ستتوقف الحرب. لذلك الجهود القطرية تنصب الآن مع الجانب، وهناك زيارة كما يبدو إذا صح الكلام غدا لبلينكين إلى المنطقة وإلى قطر وربما إلى الأردن، هناك جهود حثيثة، ولكن الإسرائيلي حتى الآن يرفض هذه الجهود، هو يطالب بكومباج يعني بحمل بصفقة شاملة، لا يريد دفع ثمنها، يعني يريد الإفراج عن كل أسرى العسكريين والمدنيين، وأيضا يريد أن يدمر قطاع غزة. نتحدث عن حوالي 220 ألف وحدة سكنية و11 ألف شهيد و20 ألف جريح ودمار كبير في قطاع غزة هائل، لم يحدث ربما لا أقول من الحرب العالمية الثانية، ولكن في كل المعارك خلال ال 30 سنة الأخيرة حتى حرب تموز في لبنان ربما لم يحدث فيها مثل هذا الدمار الهائل في قطاع غزة. هو يريد تدمير قطاع غزة، إعادة قوة الردع التي انهارت تحت أقدام المجاهدين في 7 من تشرين أول أكتوبر، حتى الآن هو لم يحقق شيء، هو دمر، قتل نعم، ولكنه لم يستعد قوة ردع، لم يحقق إنجاز ميداني على الأرض، وأعتقد أنه لن يستطيع أن يحققه، لا سيما تحديدا إذا فتحت جبهات أخرى بشكل عالي نسق أكثر مما هو عليه الآن، وتحديدا للجبهة الشمالية. ولكن الجهود الدبلوماسية، التحركات الشعبية مهمة جدا، سحب السفراء، أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، تحركات في الدول العربية والأوروبية مهمة جدا، ويمكن أن تشكل ضغطا كبيرا على الكيان الصهيوني وعلى أمريكا وهو الأهم في هذه الفترة. كل الشكر لك سيد أحمد عبد الرحمن، الكاتب بالشؤون السياسية والعسكرية، كنت معنا من غزة. مشهد اليوم من داخل الكنيسة الإسرائيلي، حيث انتشر هذا الفيديو لأعضاء من الكنيسة وهم يبكون بحرقة بعد رؤيتهم أخبار ومشاهد عن خسائر قوات الاحتلال ورؤية فيديوهات شاهدوها للمرة الأولى حصلت خلال عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل ونعود بعده لمتابعة المشاهد.
من جديد أهلا بكم. يجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب، العبارة مقتبسة من تقرير لمنظمة العفو الدولية عنوانه أدلة على استخدام إسرائيل غير القانوني للفسفور الأبيض في جنوب لبنان وسط تصاعد القتال عند الحدود. جريمة حرب جديدة إذن يرتكبها الاحتلال وما زال يرتكبها يوميا عبر استخدام هذه القذائف لحرق الأحراج الحدودية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت منسقة حملات منظمة العفو الدولية في لبنان سيدة رينا وهبي. سيدة رينا أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك من ما قيمتموه أنتم في منظمة العفو الدولية لناحية المناطق اللي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض. جمع فريقنا أدلة دامغة توثق استخدام الفوسفور الأبيض في 4 أحداث وقعت في الفترة الممتدة بين 10 و 16 تشرين الأول في بلدات الظهيرة والماري وعيت الشعب في جنوب لبنان. مختبر أدلة الأزمات في منظمة العفو الدولية تحقق من مقاطع فيديو وصور رقمية تظهر قذائف مدفعية تحتوي على دخان الفوسفور الأبيض في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك أجرينا مقابلات مع رئيس بلدية الظهيرة وأحد المسعفين الذين نقلوا المصابين المدنيين إلى مستشفى قريب، أحد سكان الظهيرة وطبيب طوارئ يعمل في المستشفى الذي استقبل المدنيين المصابين. فوثقنا من خلال هذه الشهادات إصابة ما لا يقل عن 9 مدنيين بالإضافة إلى أضرار لحقت بمواضع وممتلكات مدنية. بالإضافة إلى ذلك تحقق مختبر أدلة الأزمات لدينا من صور التقطت يوم 18 تشرين الأول بالقرب من الحدود اللبنانية تظهر قذائف ذخيرة من دخان الفوسفور الأبيض عيار 155 مليمتر بحوزة الجيش الإسرائيلي. هذه القذائف كان عليها نقاشات واضحة ورموز تتسق مع رموز الذخيرة التي تحتوي عادة على الفوسفور الأبيض. كل هذه الأدلة توصلنا من خلالها إلى استخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان لا سيما في الهجوم على الظهيرة يوم 16 أكتوبر والذي يجب التحقيق فيه على أنه باعتباره جريمة حرب. طيب انطلاقا من الإصابات والأضرار التي حصلت على الصعيد البشري، وإذا أمكن أن نعرف يعني ما الذي يفعل على الصعيد البشري من أضرار الفوسفور الأبيض، هنا أسألك أيضا على أي أساس انطلاقا من هذه الإصابات صنف أنه جريمة حرب لناحية استخدامه؟ الفوسفور الأبيض هو سلاح حرق لأنه يعمل بشكل أساسي بقوة الحرارة واللهب، وغالبا ما يتم استخدامه من أجل حاجز دخاني كثيف أو لتحديد الأهداف. عندما يتعرض للهواء هو يحترق بدرجات حرارة عالية جدا، وغالبا ما يشعل الحرائق في المناطق التي ينتشر فيها. ويمكن أن يعاني الأشخاص الذين يتعرضون للفوسفور الأبيض من أضرار في الجهاز التنفسي وفشل في الأعضاء وغير ذلك من الإصابات الخطيرة بما فيها الجروح البليغة التي يصعب معالجتها والتي لا يمكن إطفاؤها بالماء، ويمكن أن تكون هذه الحروق أحياناً قاتلة. ومن الممكن أيضاً أن يحترق الفوسفور الأبيض بصورة جزئية فقط، وهذا يعني أنه يمكن أن يشتعل
بعد أسابيع من إطلاقه، ما يعني أيضا أنه أو أن مخلفاته لها مخاطر أيضا. استخدام الفوسفور الأبيض يخضع للبروتوكول الثالث من اتفاقية الأسلحة التقليدية. لبنان انضم لهذا البروتوكول عام 2017، ولكن إسرائيل لم تنضم إليه. هذا البروتوكول يحد من الاستخدام القانوني للأسلحة المحرقة التي يتم إطلاقها من الأرض، مثل المدفعية التي وثقناها في تقريرنا، يحد من استعماله حيث يوجد تجمعات للمدنيين، أي أن استخدامه في مناطق مقتضى بالسكان هو انتهاك للقانون الدولي الذي يقضي بأن تتخذ جميع أطراف النزاع الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين ووقوع خسائر في الأرواح، علما أن الفوسفور الأبيض بطبيعته لا يميز بين المدنيين والعسكريين، ولا يمكن لمستخدمه أن يسيطر على أماكن انتشاره. بالاستناد إلى كل ذلك، الهجوم الذي حصل في ظهيرة يوم 16 تشرين الأول خلف خسائر في الممتلكات المدنية وأدى إلى إصابة مدنيين، وبالتالي يجب التحقيق فيه على اعتباره جريمة حرب. هنا أسألك، كيف تتابعون تحقيقاتكم في هذا السياق؟ لأنه العدو يعني يستخدم يوميا وما زال يستخدم الفوسفور الأبيض. صح، نحن نراقب الأحداث عن كثب ونتحقق من المعلومات والمواد التي تصلنا أو التي نرصدها بشكل مستمر. نجري التحقيقات اللازمة بمساعدة مختبر الأزمات لدينا، ونجمع شهادات الصلة، ونراجع الوثائق المتوفرة لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للقانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. أيضا لناحية ما يتعلق الآن بالأطر القانونية، إذا سمحت رينا، ما هي هذه الأطر لمحاسبة أي طرف يستخدم هذا الفوسفور الأبيض المصنف جريمة حرب، وبالتالي أيضا إلزامه لناحية تعويض المتضررين؟ المحكمة المختصة بالنظر بجرائم الحرب هي المحكمة الجنائية الدولية، ولكن للأسف لبنان لم يوقع على نظام روما الأساسي الذي يخوله أن يقدم شكوى أمامها، ومن هنا تبرز أهمية أن يوقع لبنان بشكل عاجل على نظام روما الأساسي للمحكمة. ولكن نحن نحث الدولة اللبنانية أو السلطات اللبنانية على التحقيق بالاستخدام غير المشروع للفوسفور الأبيض ونشر نتائج هذا التحقيق، وهو ما يجب أن يحصل في أي اعتداء على لبنان قد يكون مخالفاً للقوانين الدولية، وبما في ذلك أيضاً الاعتداء الذي حصل على الصحفيين والذي أدى إلى قتل المصور عصام عبد الله. نتائج هذه التحقيقات كلها يجب أن تكون علنية. طيب اخيرا رينا، اليوم الجيش الاسرائيلي قصف، لا اتحدث هنا عن يعني بشريا، اتحدث عن قصفه للاماكن المدنيه، اراضي زراعيه، نتحدث ايضا عن محميات طبيعيه، نتحدث عن بيوت سكنيه في عدد من القرى، طبعا القرى الحدوديه. هذا كيف يمكن ايضا تصنيفه قانونيا؟ نحن نراقب هذه الهجمات بشكل مستمر لنوثق ما إذا كان فيها أي إصابات مدنية، سواء على الأرواح أو على الممتلكات والمواضع المدنية. ولكن بموجب القانون الدولي الإنساني يجب على جميع أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين المدنيين والمواضع المدنية والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية. وبالتالي الهجمات التي لا تفرق بين هؤلاء كما يجب هي محظورة. شن هجوم لا يميز بين المدنيين والعسكريين ويؤدي إلى خسائر في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع المدنية هو جريمة حرب، وبالتالي نحن نراقب كل هذه الأحداث لتحديد الإصابات أو لتحديد نتائجها وبالتالي أعطائها الوصف القانوني. كل الشكر لك رينا وهبي، منسقة حملات منظمة العفو الدولية في لبنان، على المشاركة معنا في المشهدية. مهرجان شعري تضامني في البحرين بعنوان غزة تنتصر بالدم والقلم. مجموعة من الشعراء البحرينيين قاموا مهرجانا شعريا للتضامن مع أهل غزة ودعم عملية طوفان الأقصى ورفضا للعدوان الإسرائيلي الهمجي. قصائد عديدة ألقيت، كان محورها عنوان إحدى القصائد عنوان فلسطين وشم في راحة اليد. Yeah, yeah.
هات هات. غزة قيل قلت بل كربلاء من حسين فيها تسيل الدماء ورضيعا سقوه كأس حمام يا رضيعا تبكي عليك السماء منعوا عنك غزة الماء هذا إرثنا منذ عز عنا الماء إنها كربلاء لا ماء لا زاد فأين الأنصار والأولياء أم راقك رأيت دماءه تلسع في جبينا وراح يفصد غيظا دفينا على عرب غربوا شرقهم واستقابوا المنام الشاطر على المقاومة فسختهم فسخ المقاومة حكاية لم تكتمل بعد فثمة أطفال يكتبون الوطن بأشلاء من صباح غزة أنا إن ضللت فخذ مكاني يا صغيري في الطريق فإنه درب يضيء مسالكه شعاع الأنقياء الأبرياء فأنا من الأرض الثقيلة بالذنوب وبالندوب وأنت من قطن السماء ومن البحرين ينضم إلينا الكاتب والشاعر كريم رضي عضو مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب في البحرين أهلا وسهلا بك معنا سيد كريم سأسألك عن المهرجان لكن اسمح لي بداية نعرف أنه ينتصر بالدم لكن كيف يمكن أن ينتصر بالقلم؟ يعني شكرا لاستضافتكم طبعا عبر التاريخ كانت دائما المقاومة لها بعد ثقافي وربما المقاومة الجسدية تستمر فترة وتنتهي إن المقاومة الثقافية طبعا تستمر إلى أجيال وإلى قرون إلى مئات من السنين فدائما للثقافة دور في المقاومة المقاومة الثقافية لا تقل أهمية عن المقاومة السياسية والميدانية طيب انطلاقا من هذا المهرجان اللي إذا أمكن أن تخبرنا عنه سيد كريم ماذا يشمل ماذا فيه ماذا في تفاصيله كيف يمكن أن ينصر غزة طبعا البحرين في الحقيقة كبلد يعني معروف بانتمائه القومي العروبي الأصيل منذ بدايات القضية الفلسطينية منذ النكبة حتى أن هناك كتاب دونه الكاتب الراحل خالد البسام الكتاب بعنوان كلنا فداكي حول تضامن البحرينيين مع القضية الفلسطينية منذ بواكر هذه القضية وهذه المرة مع العدوان الأخير على غزة ومع عملية طوفان الأقصى شهدت البحرين عدة فعاليات يعني متعددة في أكثر من منطقة تقريبا في جميع محافظات البحرين محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية في المساجد في الجمعيات بعضها يعني داخلية اندور وبعضها خارجية اوتدور فهذا الفعالية التي قامها هذه العروبة تأتي في سياق عدة فعاليات عبر بها شعب البحرين كعادته دائما عن موقفه المساند للشعب الفلسطيني والمتضامن مع القضية الفلسطينية وطبعا الشعر أحد وسائل المقاومة الثقافية بل ربما هو يعني من أهم وسائل المقاومة الثقافية بالإضافة إلى الفنون الأخرى مثل السرد والفنون التشكيلية وغيرها هذا يعني لناحية الرسائل فيه إن كان للفلسطينيين أنفسهم لناحية أحياء هذه القضية في النفوس عبر الشعر أم حتى رسالة للعدو الذي يحاول عبر الثقافة أن يسرق كل الموروثات العربية ليس فقط الفلسطينية أخبرني عن الرسائل هنا من هذا المشهد الشعري والثقافي إن كان للفلسطينيين أنفسهم أم للعدو الذي يجب أن يرى حتى هذه الكوفية اللي تضعها حضرتك حول عنقك يعني وأيضا هذا الشعر اللي يتم إلقاء دعما للقضية الفلسطينية من أهل
البحرين أنفسهم؟ طبعا الرسالة كما تعلمين حدثت عدة عمليات يعني تطبيع في العالم العربي في أكثر من بلد، ولكن كما نعلم في جميع الشعوب العربية كان هناك هذه النزعة لعدم الاكتراف بهذه عمليات التطبيع، وكأنها لم تكن في أكثر من بلد عربي لم تستطع يعني عمليات التطبيع اختراق الجدار الشعبي. أنا لا أتكلم عن البحرين بالتحديد، أتكلم عن العالم العربي بشكل عام. والبحرين في هذا السياق أيضا في سياق يعني الوضع العروبي والقومي والتاريخ الناصع لشعب البحرين في تضامن مع القضية الفلسطينية، فالثقافة ترسل هذه الرسالة. يعني لما يهتف شخص اليوم، أي مواطن عربي لما يهتف كلا للتطبيع، هو في الحقيقة لا يوجه رسالة إلى حكومته، بل يوجهها إلى شخص أهم، ويوجهها إلى ذاته. كلا، يعني أنا كفرد، أنا كشعب، أنا كهذه الجمعية، كهذه المؤسسة، أنا كطالب مدرسة، أنا كأستاذ، أنا كطبيب، أنا كإنسان عادي كعامل، لست معنيا بالتطبيع. هذه الرسالة أنا أعتقد التي يوجهها كل شعب عربي وليس شعب البحرين فقط. وطبعا أهم الرسائل هي التي يوجهها الإنسان في الحقيقة إلى نفسه. صحيح. هي أهم الرسائل. صحيح. هل يمكن أن نسمع منك أي شيء سيد كريم، يعني إن كان لفلسطين، لأهل غزة، للمطبعين، ما الذي يمكن أن نسمعه منك؟ أنا عندي قصيدة يعني التي ألقيتها عن فلسطين. نعم، القصيدة التي ألقيتها في تلك الليلة، وهي في الحقيقة هناك مشكلة في إذا كان الموضوع صعب إيجادها لا مشكلة، ربما توجه كلمة، يعني ليس بالضرورة أن تلقي شعر، ربما إذا كان أنسب لك أن توجه كلمة لفلسطين ولأهل فلسطين. هناك قصيدة يعني فيها كان تصور لتقرير البعثة الإسرائيلية العائدة بعد الطوفان من أي بلد عربي حدث فيه التطبيع، كأن بنود الاتفاق هباء، فما وثقت أرض بنا وسماء، خرجنا كأننا لم نجئها، ولم يكن هناك سلام بيننا ولقاء، تبخر حبر الاتفاق كأنه سراب، رآه كالزلال ظماء، وما مر يوم عابرا دون لعنة بها ذكر الصبح الجديد مساء، وما مر فصل دون طقس يديننا يؤديه للصيف الملح شتاء، وما نفد القاموس كل شتيمة علينا من الفصحى يفيض إناء، ويمتزج اليامال في الفن إن شدوا بنغم العتابة، والغناء عناء، وإن وقفوا يدعون في صلواتهم علينا، وإن وقفوا يدعون في صلواتهم علينا علينا عشيا والغداء دعاء، وإنساءهم ما يكرهون تذمروا، وقالوا من التطبيع هب بلاء، وحتى الكورونا قال بعض غلاتهم علينا من إسرائيل جاء وباء، وأطفالهم حتى المدارس ظللوا برسم فلسطين الجدار وضاء، وإن نابهم حزن عظيم تحملوا، وقالوا على شعب اللجوء بكاء، وإن دفنوا موتاهم كان قولهم ألا ليت للقدس السليب فداء، وإن عذبتهم في المهاجر غربة فلسطين فيها للغريب عزاء، كأننا دخلناها دخانا ولم نطأ ثراها، وما مس التراب حذاء، لقد قيل عن جغرافياها صغيرة ولكن بنى تاريخها العظماء،
أما جاءها جلجامش يطلب عشبة من البحر عن داء الفناء دواء، فكان اسمها أرض الخلود لأنها لكل معاني المعجزات. نعم. بقاء وما غيرها حرية الروح زهرة أبت غصبها، والغاصبون سواء ثلاثة أعوام بها لم نكن بها، وفيها مكوث والرحيل سواء. كل الشكر لك سيد كريم رضي، الكاتب والشاعر وعضو مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، كنت معنا من البحرين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام المشهدية، نلتقي غدا بنفس التوقيت، شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.